وينضم إلينا عبر الهاتف للتعليق على هذا الموضوع دكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار. برحب بك معنا دكتور أسامة. أهلا وسهلا أستاذة مدى، وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور أسامة. يعني بعد أكثر من 118 يوما من هذه الحرب التي خلفت دمارا كبيرا وآلاف الشهداء في غزة، من وجهة نظرك دكتور أسامة، هل ترى أن الضغط الدولي على إسرائيل والولايات المتحدة يرقى إلى المستوى المطلوب بعد هذه المدة؟ للأسف قولا واحدا لا، هذا الضغط لا يرقى للضغط على إسرائيل ولا يرقى لحجم المعاناة والمأساة الإنسانية. صحيح أن بعض المواقف يعني شهدنا بعض التحولات فيها عقب تفاقم المأساة الإنسانية وعقب التكلفة الإنسانية الباهظة في قطاع غزة، ولكن على مستوى الفعل لا أعتقد أن الأفعال الغربية والأمريكية على وجه التحديد ترقى لما يمكن اعتباره ضغطا حقيقيا على إسرائيل. وأعتقد أن التقرير الذي كنتم تعرضونه منذ لحظات أكبر دليل على ذلك. صحيح. أولا هناك حوالي 16 دولة أوقفت دعمها لمنظمة الأونروا نتيجة مجرد اتهامات إسرائيلية لم تثبت بعد صحتها ولم تقدم دليلا عليها، وحتى وإن ثبتت صحتها فرضا وجدلا بالتأكيد هناك إذا كان هناك بضع أفراد قد انحرفوا عن المسار فهذا ليس مبررا لقطع إمداد أو قطع التمويل عن منظمة تخدم ما يزيد عن 5 صحيح يعني الأونروا هي أكبر مورد بالنسبة للمساعدات الإغاثية للاجئين والفلسطينيين بوجه عام. صحيح، وخدماتها لا تقتصر فقط على قطاع غزة، هي تخدم الفلسطينيين في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في الأردن، في سوريا، في لبنان. صحيح. وبالتالي هذا حكم بالقتل وبالموت على 5 ملايين فلسطيني، فأين حقوق الإنسان؟ أين الدعم الإنسانية؟ أين الحديث الذي تحدثت به هذه الدول الغربية عن ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني؟ هذه الدول التي أوقفت دعمها لمنظمة الأونروا وتبنت الرواية الإسرائيلية للمرة الثانية بعد أن تبنت الرواية الإسرائيلية في 7 أكتوبر تصدر حكما بالموت وتدعم وتساند مشروع التهجير الذي ترعاه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، لأن وقف تمويل الأونروا سيدفع المنظمة إلى تعليق خدماتها وإلى وقف خدماتها حسبما أعلن المسؤولون في المنظمة بنهاية شهر فبراير، وبالتالي هذا سيؤدي بالفلسطينيين في قطاع غزة إلى البحث عن الحياة في أي مكان، وبالتالي الدول التي منعت التمويل أو حجبت التمويل عن منظمة الأونروا هي نفسها تدعم إسرائيل وتدعم مشروع التهجير. صحيح. الذي أعلنت سابقا أنها تعارضه وأنها ترفضه، وبالتالي نحن أمام خطاب مزدوج، أمام خطاب يتحدث عن مبادئ القانون الدولي الإنساني وضرورة احترامها، أمام خطاب يتحدث عن رفض التهجير ورفض ومحاولة التخفيف عن الفلسطينيين بالطبع. بينما الإجراءات على الأرض والواقع تشير إلى عكس ذلك، بل على العكس هذه الدول تشارك إسرائيل وأصبحت بالفعل شريكة لإسرائيل في معاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، بل وفي جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل باعتراف محكمة العدل الدولي. بالطبع دكتور أسامة، يعني في بداية حديثك قلت أن هذه الحرب غيرت العديد من المواقف، يمكن أن نتحدث عن الخطابات الأوروبية تغيرت كثيرا إلى النقيض عن بداية الحرب في 7 أكتوبر، ولكن كما تحدثت هي في القول فقط وليس في الفعل. هنا نتحدث عن خيار حل الدولتين، لماذا رغم حصولها على تأييد دولي كبير من ضمن المواقف التي تغيرت لماذا ترفضه إسرائيل؟ أولا إسرائيل ترفضه لأن الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو لديها رؤية استراتيجية واضحة وهي منع أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية. أولا لأنهم يرون أن إقامة دولة فلسطينية يمثل خطرا على أمن إسرائيل. هناك تيار كبير في الداخل الإسرائيلي الآن يتحدث بشكل واضح عن أن العملية 7 أكتوبر يمكن أن تتكرر مرة ومرات. صحيح. وأنه إذا كان الفلسطينيون وبدون دولة وبدون تسليح وبدون قوات مسلحة وبدون أي بنية أساسية للدولة استطاعوا أن يهددوا أمن إسرائيل بهذه الطريقة، فما بالنا لو كانت لديهم دولة. هكذا يروج اليمينيون المتطرفون في إسرائيل هذه الرواية، ولكن هم يغيرون الواقع ويحاولون التنصل من المسؤولية. أولا كل ما يحدث من مقاومة سواء مقاومة مسلحة أو غير مسلحة من قبل الشعب الفلسطيني هي من أجل الاستقلال ومن أجل التحرر من الاحتلال ومن أجل إقامة دولته، وبالتالي إقامة الدولة هو حل للاستقرار وهو
محاولة لتعزيز فكرة الاستقرار، بل وسيحقق أمن إسرائيل إذا كان هناك من يدرك أو يتعقل أن أمن إسرائيل يمثل أولوية. وبالتالي للأسف الشديد الحكومة الإسرائيلية استطاعت أن تقنع كثيرا من الأطراف الغربية بأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يمكن أن يمثل تهديدا لأمن إسرائيل، وبالتالي تهديدا لهذه هذا الكيان الذي تبناه الغرب ويدعمه ويسانده إلى الآن. وبالتالي أعتقد أن الحل الصحيح والحل الحقيقي والحل الدائم والشامل هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بهذا الحل يمكن أن نوفر بعدا للاستقرار، يمكن أن نوفر حلولا مستدامة من أجل التهدئة بعيدا عن الحلول الأمنية التي تتبناها إسرائيل وتحاول أن تستخدمها باستمرار. هذه الحلول الأمنية ومحاولة قتل الفلسطينيين وإراقة دمائهم لم تحقق لإسرائيل الأمن، بل على العكس جلبت عدم الاستقرار، جلبت المخاطر، جلبت التهديدات للإقليم كله وليس فقط لإسرائيل. طيب، يعني قضية التهجير القسري الذي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها خط أحمر بالنسبة لمصر، وهذا المخطط الذي كانت تسعى له حكومة بنيامين نتنياهو منذ بداية هذه الحرب وحتى وقت قريب، يعني هذه من ضمن القضايا التي أحدث فيها الموقف المصري تغييرا للمواقف الأوروبية، والعديد من المواقف الدولية أصبحت مؤيدة لنفس الاتجاه المصري بعدم التهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية. تأثير ودلالة ذلك بعد مرور هذه الفترة الكبيرة من الحرب؟ يعني بالتأكيد الموقف المصري كان موقفا متقدما وكان كاشفا للغاية لخطورة هذا المخطط منذ اللحظة الأولى. حتى قبل أن تبدأ إجراءات التهجير من شمال قطاع غزة نحو الوسط ثم إلى الجنوب، مصر كشفت هذا المخطط وحذرت منه وتحدثت بلهجة واضحة يعرفها الجميع ويدركها الجميع وبرسائل واضحة لا تقبل أي تأويل، أن هذا خط أحمر، أن هذه مسألة غير مقبولة، أن هذه جريمة تمثل جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب الأعراف الدولية، وأن مصر لن تتهاون في حماية أمنها القومي ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية. وأعتقد أن كل الرسائل التي قدمتها مصر كانت رسائل واضحة متزنة ومباشرة ولا ثابت تحمل منذ البداية. بشكر حضرتك جزيلا الشكر دكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.